السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: بنك عدن يعلن انفصالا ماليا ومصرفيا عن صنعاء، وإلى التفاصيل. فشل البنك المركزي في عدن في تنفيذ قرار نقل البنوك إلى مدينة عدن، ليعلن البنك حربا ضد البنوك التجارية في صنعاء وكذا العملة القديمة. ودعا بنك عدن البنوك وشركات الصرافة بعدم التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي، كما أعلن عدم التعامل بالعملة القديمة خلال 60 يوما. وقال خبراء اقتصاديون إن قرار بنك عدن يعلن انفصالا ماليا ومصرفيا بين جنوب اليمن وشماله. أضافوا أن بنك صنعاء وضع تدابير للتعامل مع قرارات بنك عدن. وكان البنك المركزي في صنعاء قد حذر من التصعيد ضد القطاع المصرفي وحمل السعودية المسؤولية، وقال أنه سيتخذ التدابير لمواجهة ذلك، مؤكدا أن المواطنين في مناطق سيطرة بنك عدن سيكونون أكثر تضررا من قرارات هذا البنك. وكان بنك عدن قد أعلن أمس حالة طوارئ وأقر عقد اجتماع بشكل مستمر على خلفية قرار بنك صنعاء، فيما نصح اليوم قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي السعودية بعدم التورط مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية واستهداف القطاع المصرفي اليمني خدمة الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن المملكة ستقع في مشكلة خطيرة وستخاطر بأمنها. وأضاف أن الرياض تماشت مع واشنطن ولا تزال، وأن الأمريكي همه أن يورد الآخرين في خدمة الموقف الإسرائيلي ودعمه كما عمل مع الأوروبيين. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.